علشان كده اوعى ابدا تبدل هدومك قدام المراية بالليل، لان في مخلوقات مرعبة لو اعجبت بيك مش هتسيبك في حالك. مسا مسا يا المرعبين، الفيديو ده بيتكلم عن المس من الجن العاشق، فاكسبلور ويلا نبدأ. الموضوع ده حصل لبنت. في ليلة البنت وقفت قدام المراية وبدلت هدومها ونامت، وفي نفس الليلة دي جالها كابوس مرعب جدا. كانت شايفة نفسها مربوطة في السرير وفي ظل اسود شكله مرعب بيقرب منها، وقبل ما يوصلها فتحت عينيها وهي مرعوبة من الكابوس ده، وكان في دماغها ان ده مجرد كابوس عادي، بس لما بصت لإيدها اتفاجئت ان عليها كدمات وكأنها كانت مربوطة فعلا. فخافت البنت جدا وما كانتش عارفة تعمل ايه، وفضل الموضوع ده يتكرر معها كل يوم والكدمات بتزيد على جسمها. فهنا قررت تحكي لعيلتها علشان يشوفوا لها حل، ولكن الغريب ان محدش فيهم صدقها وقالوا البنت دي بتتدلع، لدرجة ان الجن ده ما بقاش بيجي لها في الاحلام بس، ده كمان كان بيجي لها في الحقيقة ويعتدي عليها. وفي يوم اخت البنت دي كانت معدية من على غرفتها بالليل، وشافت ساعتها منظر مرعب جدا، كائن اسود عملاق شبه الغوريلا قاعد جنب اختها وهي نايمة. فراحت البنت بسرعة وحكت لاهلها وجابتهم معاها، ولما حاولوا يصحوا البنت لقوها خلاص فرقت الحياة، لان جسمها كان ضعف جدا وحالتها النفسية اتدمرت، واهلها ما صدقوهاش غير لما ماتت. وبس كده غالي.